هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلبه الصف الرابع اعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. اوبن يور ستودنتس بوك اون بيج 37. يونت 3 ريفيجن، مراجعه. راوند اب. هير ار سم اوف ذا ثينجز، هنا بعض الاشياء. يو براكتست، التي تمرنت عليها ان يونت 3 في اليونت الثالث. ديسكس each item، ناقش كل موضوع with a partner، مع زميلك. take it in turns، تبادل ادوار. to give another example، لاعطاء امثله اخرى. الموضوع اللي اخذناه، المواضيع اللي اخذناها بيونت 3، names of places، اسماء الاماكن. the great pyramids، الاهرامات العظيمه. ايطاليا، ايطاليا. the كولورادو ريفر، نهر الكولورادو. أخذنا أيضا using the present perfect، باستخدام المضارع التام with إبا ونبا، باستخدام الإبا والنبا واليت and already. مثلا have you ever been to Australia، هل أنت فيما مضى كنت في أستراليا. I have already bought، أنا توا اشتريت أو مؤخرا اشتريت some postcards، بعض البوستكاردز، البطاقات البريدية. I have never seen buffalo، أنا لم أرى الجاموس. He hasn't written to his friends yet، هو لم يكتب لصديقه أبدا. Using the present simple to talk about timetables، استخدام المضارع البسيط للتحدث حول الجدول الزمني. The plane from Baghdad، الطائرة من بغداد. arrives، تصل. at 2 o'clock، تصل في الساعة الثانية. when does the film start، متى يبدأ الفيلم. أيضا أخذنا checking and confirming information، تفحص وتأكيد، تفحص وتأكيد المعلومات، تدقيق المعلومات وتأكيدها. The restaurant opens، المطعم يفتح at 9، في الساعة 9، right، هل هذا صحيح؟ yes، that's right، نعم هذا صحيح. do you mean، هل تقصد all rooms are the same price، هل تقصد كل الغرف بنفس السعر؟ no، double rooms، الغرف المزدوجة are more expensive، أكثر غلاء. did you say، هل تقول the light، هل تقول بأن اللايت شو ستارز، بأن مشاهد الأضوية تبدأ at 10 o'clock، الساعة 10؟ no 10:30، لا الساعة 10:30. I'm sorry، أنا آسف. could you say، هل تقول that again، هل تقول ذلك مرة أخرى. of course، طبعا. making polite requests، عمل عروض عمل طلبات مؤدبة. Can I have coffee please، ممكن أن أحصل على القهوة رجاء. of course، بالطبع. could you tell me، ممكن أن تخبرني. when the boat leaves، متى يغادر القارب. certainly، بالتأكيد. would you help me، هل تساعدني. with my suitcase، مع حقائبي. I'm afraid، أنا أخشى. ويكمل، ليش هو يخشى أو ما عنده وقت أو يعتذر يعني. saying where things are، القول أين الأشياء هي. the hotel is just past the cinema، الفندق هو فقط عبر السينما. the museum، المتحف. is near the restaurant، هو قرب المطعم. there is an ice cream، هنالك ice cream stand around the corner، تقف أو موجودة قرب الزاوية. the pyramids، الأهرامات. are 15 minutes away، هي 15 دقيقة من هنا. saying what you have been doing، القول ماذا أنت تفعل. the present perfect continuous، باستخدام زمن المضارع التام المستمر. I have been learning، أنا تعلمت. how to ride a quad bike، كيف أركب دراجة العجلات الأربعة. have you been swimming a lot، هل أنت swimming a lot، تسبح كثيرا.
ننتقل إلى تمارين الأكتيفيتي بوك بيج 58 صفحة 58 ونمت 3 ريفيجن مراجعة اكسرسايز اي ان سكرامبل رتب ذا نيمز الأسماء of five places للأماكن الخمسة from the units من الوحدة and match them وزاوجها with the pictures وزاوجها مع الصور. طبعا فكرة التمرين هنا اني مطينا مجموعة كلمات مبعثرة، يعني كلماتها مبعثرة او احرفها مبعثرة، فيريدنا عندنا نرتب الاحرف مالها ونسويها كلمة ذات معنى ونزاوجها مع الصورة. نمبر 1 The Great Pyramids الأهرامات العظيمة ونزاوجها أيضا مع صورة الأهرامات. Stonehenge معلم Stonehenge في لندن. The Colorado River نهر الكولورادو. Hanging Gardens الجنائن المعلقة. The Spanish Steeps المدرجات الإسبانية. هنا التمرين اللي بعد Exercise B Write Sentences اكتب جملة about حول What John has been doing ماذا فعل ماذا يفعل جون. Use a word استخدم الكلمة from each box كلمات من ال من كل صندوق. غير ما عندنا من خلال الكلمات اللي في الصندوق نكون جمل بزمن present perfect بزمن present perfect continuous، يعني بزمن المضارع التام المستمر حسب هنا القاعدة المطنياها أو هاي الجملة المطنياها نكون جمل أخرى في زمن present perfect continuous باستخدام الكلمات الموجودة. Number one, John has been snowboarding. John كان قد عمل رياضة snowboarding التزحلق على لوح واحد in France في فرنسا. Two, John has been swimming. John كان قد سبح عند السي في البحر. Three, John has been reading. John كان قد قرأ a book in Arabic كتاب في اللغة العربية. John has been studying English. John كان قد درس الإنجليزية أو كان يدرس الإنجليزية. عندنا هذا التيست exercise A اختبار exercise A. Use the words استخدم الكلمات in the box التي في الصندوق to complete the directions لإكمال الاتجاهات you are at the station أنت الآن في station في محطة. نستخدم الكلمات اللي مطيناها هنا حتى نكون جملة دلالة على مكان معين. Excuse me من فضلك is the river far from here هل النهر قريب أو بعيد من هنا. No you can walk لا بإمكانك التمشي to the river إلى النهر. It's only إنه فقط 5 minutes away إنه فقط 5 دقائق من هنا. Can you tell me ممكن أن تخبرني where the book shop is أين المكتبة. Of course بالطبع it's around the corner إنها حول الزاوية on Water Street في شارع النهر. Is there a post office near here هل هنالك محطة بريد قريب من هنا. Yes there is نعم هنالك. It's on Rashid Street إنه قرب في إنه على شارع الرشيد. Just past فقط عبر هذا السينما عبر السينما. Do you know هل تعرف where the police station is أين يتقع محطة البوليس أو مركز الشرطة. Yes it is over there نعم إن هناك near دفعك قرب المصرف. فرقم واحد الفراغ نملي 5 minutes away 2 around the corner و 3 just past و 4 near. Exercise B. Write the words. اكتب الكلمات under the correct pictures تحت الصورة الصحيحة. مطينا هنا مجموعة كلمات ننزلها كل كلمة ننزلها جوا الصورة الخاصة بها. هنا صورة رقم واحد فونتين نافورة ريفر. صورة رقم اثنين ريفر نهر. صورة رقم ثلاثة جيت بوابة. وصورة رقم اربعة جايد بوك كتاب المرشد السياحي. والصورة رقم 5 return tickets بطاقة مرجعة. 6 single room غرفة منفردة. rooms رقم 7
خرائب أو آثار، ورقم 8 بلاتفورم رصيد. Exercise read the extracts. اقرأ المقتطف from guide book من كتاب المرشد about Cairo حول القاهرة and answer the questions وجاوب على الأسئلة. هنا المقتطف الموجود عندنا يقول places to stay، أماكن للإقامة. There are many different types of hotels. هنالك العديد من أنواع الفنادق in Cairo في القاهرة. Some are very close. بعض منها قريب to the Nile، قريب من نهر النيل، and have a view، ولديها مشاهد ومنظر of the pyramids على الأهرامات. The best ones، الأفضل واحد، have big rooms، بها غرف كبيرة. A restaurant and swimming pool، مطعم وحوض سباحة. But they can be expensive، لكنها قد تكون غالية. A double room، الغرفة المزدوجة، is a big in a big hotel، في الهوتيل الكبير أو الفندق الكبير، costs تكلف about 500 Egyptian pounds، تكلف 500 pounds مصري. There are some cheap hotels، هنالك بعض الهوتيلات الرخيصة، near the Egyptian Museum، قرب متحف المصري، but they don't have swimming pools، لكن ليس لا تحتوي على مسابح أو أحواض سباحة. And some rooms، وبعض الغرف don't have showers، وبعض الغرف ليس فيها حمامات. Museums and mountains، المتاحف والمونيومنتز، والمعالم أو التماثيل. The Egyptian Museum، المتحف المصري، has the treasure، فيه جواهر of Tutankhamun، Tutankhamun. You can also see، بإمكانك أيضا أن تشاهد من مامس المومياء there، هناك. The museum، الميوزيوم تيكت، بطاقة الميوزيوم is 20 Egyptian pounds، هي بعشرين pounds، أو البطاقة للمتحف بعشرين pounds مصري. But you have to buy، لكن يتوجب عليك أن تشتري separate ticket، تيكت منفصل أو بطاقة منفصلة، to see the mummies، مشاهدة المومياء. Museum hours، ساعات المتحف are 9 AM في الساعة 9 صباحا، 6 PM السادسة مساء. The pyramids، الأهرامات، are the most interesting monuments، هي تماثيل ممتعة، to see in Egypt، تشاهدها في مصر. The Great Pyramids، الأهرام العظيم، is the largest one، هو الأكبر in Egypt، في مصر. You should come early، يجب أن تأتي مبكرا، so you can walk around، حتى تتمشى حول the pyramids، الأهرامات، before it gets too hot، قبل أن ترتفع درجة الحرارة. If you come in the evening، إذا تأتي في المساء، you can see a sound and light، ممكن أن تشاهد الأصوات والأضوية، show مظهر الأصوات والأضوية. The shows are in the different languages، العرض هو بلغات مختلفة. And start، ويبدأ at 8:30 في الساعة 8:30 و 9:30 والتاسعة ونصف، and 10:30 والعاشرة والنصف. Things to do، أشياء تفعلها. There are many fun things، هنالك أشياء ممتعة، to do، لعملها. In Cairo، في القاهرة، you can go for a camel ride، بإمكانك الذهاب في على ظهر الجمال، to the pyramids، إلى الأهرامات، or in the desert، أو في الصحراء. Camel rides، ركوب الجمال، are 90 minutes، هي 90 دقيقة long، طولا. And cost about، وتكلف 40 Egyptian pounds، 40 pounds مصري. You can also go، بإمكانك أيضا أن تذهب for a boat ride، في
ركوب القارب or on the Nile على نهر النيل. You can go for 30 minutes. بإمكانك الذهاب في 30 دقيقة boat رحلة قارب on small boat أو قارب صغير. Or go for half the day أو الذهاب منتصف اليوم and see different places ومشاهدة أماكن مختلفة near the Nile قرب نهر النيل. You can even rent بإمكانك أيضا أن تؤجر your own boat قاربك المنفرد for قاربك الخاص 20 Egyptian pounds ب 20 pounds مصري. هنا طبعا عندنا أسئلة حول القطعة هاي. هنا السؤال الأول What are the best hotels in Cairo like؟ ما هو أفضل هوتيل في القاهرة؟ They have big rooms. يعني ماذا يبدو أفضل هوتيل في القاهرة؟ They have هن تبدو big rooms تحتوي على big rooms تحتوي على غرف كبيرة restaurant ومطعم and swimming pools وأحواض سباحة. What do you need ماذا تحتاج تدو لعمله to see mummies لرؤية المومياء. You have to buy يتوجب عليك شراء separate tickets بطاقة منفصلة to see the mummies لمشاهدة المومياء before it get hot قبل أن أو قبل مشاهدة المومياء. رقم ثلاثة Why is it good idea لماذا هي فكرة جيدة to go to the pyramids early للذهاب إلى الأهرامات مبكرا. So you can حتى أنك ممكن أن can walk تمشي around تتمشى the pyramids حول الأهرامات before it gets hot قبل أن ترتفع درجة الحرارة. What is special about the Great Pyramids ما هو الشيء الخاص للأهرامات. It is largest pyramid in Egypt إنها أكبر الأهرامات في القاهرة. What fun things are there to do in Cairo ما هو الشيء الأفضل أو الممتع أن تشاهده في القاهرة. You can have a ride camel بإمكانك ركوب الجمال to the pyramids إلى الأهرامات or in the desert أو في الصحراء. Where can you go for a boat ride أين يمكنك أن تمشي في boat ride في ركوب القارب. You can go for بإمكانك أن تذهب في boat ride في رحلة على القارب on the Nile على نهر النيل. بتكون الإجابة من number one they have big rooms restaurant on the swimming pool. Two, you have to buy special or separate ticket to see mummies. Three, so you can walk around the pyramids before it gets hot. Four, it is the longest pyramid in Egypt. Five, you can have a ride camel to the pyramids or in the desert. Six, you can go for a boat ride on the Nile. Exercise D. Read the letter. اكتب اقرأ الرسالة and circle the correct form. وضع دائرة حول الجملة الصحيحة of the verbs involved للأفعال في اللون الأسود. يعني تختار الأفعال باللون الأسود المناسبة. There, Nazar. عزيزي Nazar. I have been in Egypt. أنا كنت في مصر for a week now. لأسبوع الآن. I'm really enjoying. أنا حقا استمتعت by holiday. بعطلتي. هنا I ناخذ كلمة have seen. I have seen. أخذ هاي. أنا شاهدت a lot of new things. الكثير من الأشياء الجديدة. Yesterday, يوم أمس, we went to Giza. ذهبنا إلى Giza and نعرف اثنين نختار كلمة so وشاهدنا the great pyramids الأهرام العظيم. We are going back. نحن ذهبنا رجعنا tonight الليلة هذه الليلة. طبعا الشيء لاحظ هنا
هنا اختارين الجملة الأولى رقم واحد، اختارين زمن present perfect لأن أساسا الجملة الأولى بالpresent perfect، واختارين هنا الماضي so لأن هنا عندنا يعني هي الجملة يستردي بها بالماضي، فلازم أكو دلالات على الجملة حتى نختار الفعل الصحيح. رقم ثلاثة the شو العرض هنا رقم ثلاثة starts العرض يبدأ at 10:30، هذا طبعا زمن المستقبل نستخدم المضارع البسيط، يبدأ في العاشرة والنصف. so I'm resting in my hotel لذلك أنا بقيت في الفندق this afternoon في هذا الظهيرة. tomorrow we can go for a camel ride بإمكاننا غدا الذهاب في ركوب الجمال. هنا رقم أربعة نختار have never been نحن لم نكن هناك on a camel before لم نكن هناك في أو نركب جملا من قبل. and I haven't decided ولم أقرر whether فيما إذا to go or not فيما إذا أذهب أو لا. هنا رقم خمسة I have been swimming هنا استخدمنا زمن present perfect simple present perfect continuous مضارع تام المستمر. أنا كنت أسبح every day كل يوم in the hotel في الفندق pool في حوض السباحة الفندق. and I وأنا أختار رقم ستة I had already got وأنا توّن استخدم زمن present perfect مضارع تام وأنا توّن got وصلت أتان أو حصلت وأنا توّن حصلت على أتان على جلد أسمر أو ضربة لفحة شمس. It is very hot إنها جدا حارة in Egypt في مصر. I'm coming home أنا آتي إلى البيت next week أنا أجي يعني أعود إلى البيت في الأسبوع القادم. Could you pick me up ممكن أن توصلني at the airport أن توصلني إلى المطار. My plane طائرتي هنا رقم سبعة أنا أخذ كلمة leaves طائرتي تصل هاي جداول الطائرات تستخدم مضارع بسيط جداول يعني زمنية. طائرتي تغادر كايرو القاهرة at 10 o'clock في الساعة العاشرة. هنا رقم ثمانية نختار كلمة arrives and arrives وتصل at 3 وتصل في الساعة الثالثة. see you soon ساراك قريبا your friend حيدر صديقك حيدر. وهاي الحلول number one has seen two so three stars four have never been five have never swimming have been swimming six had already got seven leaves were eight arrives. سؤال اكسرسايز اي imagine you are in a holiday تخيل نفسك في عطلة in a real or imaginary place في مكان حقيقي او تخيلي. write postcard اكتبوا بطاقة بريدي او email to a friend الى صديق. say قول what you have been doing ماذا يفعل and what the place is like وما المكان يبدو. use words استخدم الكلمات like first and اولا و so next then finally to help you هذه الكلمات رابط لمساعدتك to help the reader لمساعدة القارئ understand لفهم للفهم. use adverbs استخدم حروف like almost really completely to make لعمل the postcard or email more interesting لجعل الايميل او البوستكارد اكثر متعة. هذا الاشياء المنطوق مالت رايت بوستكارد اكتب بطاقة بريدية او ايميل او ايميل تو ا فريند الى صديق about holiday حول عطلة in a real or in a real imaginary place in a real or imaginary place في مكان حقيقي او تخيلي. هنا الجواب from علي to سلام من علي الى سلام subject الموضوع wonderful holiday عطلة رائعة. you know انت تعرف I've been spending انا امضيت 2 weeks
أسبوعين in Greece في اليونان. It is really fine country. إنه حقا بلد رائع. With nice people, مع ناس جميلين, and fantastic places, وأماكن رائعة to spend, لقضاء the time, لقضاء الوقت. But it is full of islands. إنه مليء بالجزر. Here, هنا you have the green land. لديك هنا لديك green land. جزيرة خضراء. The sea, البحر. The country side, ساحل البحر. The country side في البلد أو المنطقة. The monuments and everything, وموجود أيضا التماثيل وكل شيء. First, أولا, we had three days. نحن أمضينا ثلاثة أيام in Athens, في أثينا. Then we went, بعدها ذهبنا to the Salonika, وهي a nice city, مدينة جميلة, in the north, في الشمال. Finally, أخيرا, we had a day climbing. ذهبنا في رحلة تسلق على الجبال, a famous monument, a famous mountains, لجبال, في جبال مشهورة there, هناك. It is completely interesting, إنها ممتعة بالكامل. See you in 2 weeks, سأراك في أسبوعين. Yours, علي. المخلص لك, علي. وهذا كل ما موجود درسنا أعزائي الطلبة. Meet you next time.